عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني غشكة كتتم الموضوع السابق اللي هو ظاهرة متفشية بين الناس يجب التصدي لها. أرسل بعد من اللي سوالين سلمعاني القرآن الكريم أرسكر الاستهزاء بالآية القرآن الكريم يجيون على المناسبات ولا السوق ولا القهوة ولا خل المناسبة أرسل سلمعاني القرآن بشوية بيضني اللي وحسين القرآن وحفظ القرآن أدول السنة التنين فمثلا غرنا غروم على التنين فوق رأسي بمعنى خبزان والعياذ بالله. كذلك غير عبر في دبور الإنسان كتي يومئذ يعني دبوره والعياذ بالله. كذلك غسلنا ما نقول من قالوا لك كذا إن ليس سنة ثلاثة ولا أربعة ولا كذا إن ليس هو يقول نرستي إنه يراه إنكم إنه يرونه بعيدا ونراه قريبا. غير يفكر الحاجة غير يفكر مثلا القرآن ولا الكتاب ولا كذا يستني يا يحيى خذ الكتاب بقوة. يغسل إنما تسمت إيوك الناس إني سميته يحيى يعني التويل الآيات للدلالين في القرآن الكريم وهذا استهزاء بالقرآن الكريم والعياذ بالله. فإخواني في الله عز وجل لا ينبغي يعني أن نتلعب بالنصوص القرآن. فالسلف ركتين من قال في القرآن برأيه فقد أخطأ وبعضهم يقول فقد تبوى مقعده من النار بعد أقوال السلف فيها يعني نظر في صحة القول ويلي تفسرين القرآن اجتهادا منهم. فكيف بالإنسان اللي سوى القرآن الكريم سالجهل وربي سبحانه وتعالى إنك ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ونتعظم الشعائر من ربي سبحانه وتعالى غش كان إيجا تقوى القلوب بمعنى لذلك تقوى القلوب نسمع. لذلك أن الآية القرآن التي تحمل في غير المحمل نسنت يغاكو إلا متني ذكرن صرب بينا يسغون شكاداتي وريعد لأننا إساكن نتروح على النفس إساكن نتفراج إساكن نتصعو ركو ربي سفو القلب مقسي لنا كما قال الله عز وجل وإذا قيل لهم يعني لا تقولوا هكذا بمعنى وتسكر من استهزاء بالآيات عارف لازم تصدق قول الله عز وجل كما قال ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. فالاستهزاء بالآية القرآن رها خطأ ولذلك يجب يعني أن يبين هذا الأمر للناس وأن نحذر الناس من هذا الأمر وأن ننبههم على أن لا يفعلوا مثل هذا فليستغفروا عما صدر منهم سلفا. لذلك لتشكيل حديث من الرسول عليه الصلاة والسلام لتبين الخطورة زند الموقفة كما يعني يقول النبي عليه الصلاة والسلام وذلك في قوله إن العبد لا يتكلم بكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب كما في الحديث الصحيح. إنك النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان لسوالية الكلمة ما يتبين فيها يتكلم فيها في سخط الله عز وجل يا كي تلعب غم كان ركي سوى إنك لخك تصاخ اللمير وسغونش كان يستهين بالكلمة فتكون نتيجة أنه يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب والعياذ بالله بمعنى يهوي بها في نار جهنم 70 خريفا فنسأل الله العافية والسلامة. فهذا وعيد شديد لمن ابتلي بهذه السنة السيئة المتبعة بين حملة القرآن الكريم يعني يحتوي ليه تحفظ القرآن سكان تلعب الآية تد إغرى لقامتي غري عمرت أتيرتني ويوم إقامتكم إغرى السكرينك وما هم بسكارة والعياذ بالله. فعلى المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى أي يصلح ما بينه وبين ربي فيما يستقبله من العمر. حي الله المسلمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.